سلام سي مشاهد. اهلا وسهلا العالمي. واش بقات في الحلوله؟ اليوم شي برومو جديد. لاباس عليك. الله يهديك. هاني مزيان. برومو جديد اليوم. برومو جديد وفكره جديده اكثر ما هي برومو اليوم، عاوتاني حاجه اخرى. دخل واحد لا مسلم بسوا طاليان وهو دو بيس ديالو، يعني كاين فيه دخلنا فيه الشكاله، دخلنا فيه ديال الجلابه، ودخلنا فيه ديال التكشيطه، وكذلك صالح الطرز تاعو وصالح التنبات. ودخلنا معه ثاني تنقالو واحد، يعني هاد لابليكاسيون انا نوريكم كيفاش كيجي. نبداو نتوكلو على الله فحال هكدا. بحال مثلا دابا هذا دو بيس الصفر كيجي مع هاد بلورو هذا، بغينا نديرو بحال هكدا دو بيس راه كيدير 800 درهم، يعني الفوق والتحت جوج ونص في جوج ونص. هذا كيصلح جلابه للحضور، اليوم اكثريه مركزين على الجلابه ديال الحضور، والتكشيط عاوتاني كذلك تيب بامكان ديرها. بحال مثلا دابا هذا هو القميص وهذه هي الجلابه، بغينا نديرو العكس ممكن، بغيت خيطين بحال هكذا ما تزيد عليهم والو تخليهم ممكن، ما بغيتيش كنزيدك عاوتاني بحال هذا. هذه الفكره الجديده اللي جبنا اليوم هي هذا، انا نوري لكم كيفاش كيتخيط. كذلك هذا كيجي نص طوق، يعني غير في الصدر، واللي بغا ديرو في المونش كذلك راه كيجي في المونش، واللي بغا ديرو داكشي طاعو ثاني كذلك راه كيجي حتى تكشيطه. تكشيطه يعني كيتخدم الدور ديال الصاري او كيدار في الجلال، ولا ما بغاش دير في الجلال راه كيدار في الصدر، يعني كيتخدم نص طوق. هذا واحد الله ها هو داز، نوريك معاو ثاني اللوين الثاني. عقلوا معي على الثمن، ركزوا حيت شحال ندير كليان ملي كيجي، يعني كنختلفوا في الاسمنه، ربما واش كاين شي ديكالاج ما بين الصوره والهضره، الله اعلم. يعني حاولوا تثبتوا معايا، هذا راه داير دو بياس بحال هكذا 800 درهم لا موسلين بلا سوا تحت منه. لا سوا ما بغاش نقول لكم السميه ديالو، يعني ما بغاش نوري العباد الله العوينه منين جبت هذا. هذا هو القصد. كاين عاوتاني هذا كذلك راه تاو بحالو بحال الاخر نفس الثمن، غادي يوقع اختلاف ولكن ماشي دابا، غادي في النص ديال الفيديو ربما غادي يكون اختلاف في الثمن واختلاف في الشكل. هذا تاو كذلك راه بحالو بحال هذاك اللي وريتكم، تاو راه دو بياس. هذا راه القميص وهذه راه الجلابه، هذا الكالو، هذا هو الكالو اللي قلت لكم. هذا الكالو هذا كيتحيد من هنا، هاد التوب هذا ما تشوفيش فيه ما يشغلش بالك، يعني هاد التوب هذا خاصو ضروري يكون دابا تم بعد الخياطه عاده ما كيبقاش جبا. كيفاش داروا هنا واحد القيطه انا تشفتيه كيتقطع من هنايا وكيلصق في التوب، كيف قلت لك يلصق في الجلابه، يلصق في الجلال، يلصق في النص طوق. وبغيت ديري كذلك سقف طانيع حضوري تا هو راه كيجي زوين، وهذا راه حجر مهرس كل حاجه بالخيط ديالها. يعني الا درنا هاد كيف قلت لك 800 درهم وزدنا هذا كنزيدو 1000 درهم، بحال شحال كتولي؟ كتولي 1800 درهم، يعني 1800 درهم. هذا وريتكم دا واحد بحالو هنا عاوتاني كيجي العكس، الصفر لتحت كيبقى بلوغو الفوق. وبغيت ديري العكس كيف كانوا راه ممكن، يعني بقميصو العبار ديما كنقول لكم بالنسبه للجلابه كتكون جوج متر ونص على متر ونص كيف فوق، انا كيف تحتاني هذا بلوغو عاوتاني. بغيت ديرو مع البلوغو بحال هكذا هو الفوقاني اللي ديرو، بغيت ديرو بهذه الطريقه عاوتاني راه كيجي زوين مع الصفر، ويولي هذا هو القميص كيف وريتكم هذا اللي داز قبل منه. دابا هذا عاوتاني كذلك هنا دو بياس 800 درهم، الا زدنا هذا كتولي 1800 درهم، بمعنى باش نسهل عليكم الكالو بوحديتو كيدير 1000 درهم. اللي بغات عاوتاني غير على حساب ما تاخذوش كامل تقسمو على جوج راه ممكن، يعني غادي شحال غنحسبوه، يعني بحال غتولي نص 600 درهم. بحال اللي بغيت نقول لك الكالو 1200 درهم، ملي كيولي نص متر كيولي 600 درهم. عاوتاني هذا هذا القريب الغوز حتى هو كذلك دو بياس، هذا راه 800 درهم. كيف دار تكاشيطه ممكن دار البيسات طرزي هذا الفوقاني، هذا طلا باش طرزي الدوغي البرونز الكرونه، طلا الوينات اللي خدامين دابا، هادو راه 800 درهم. ويلا زدنا عاوتاني هذا الكالو هذا غنوليو في 1800 درهم. وإلا ما بغيتيش تاخذي الكالو كامل، يعني باش ما ديريش في ليمونش وفي الجلال، تاخذي ديري غير نص طوق غير صدر، هذاك عاوتاني غادي يولي ثمن اخر، غادي يولي نص متر ديال هذا غادي يولي داير 600 درهم، 600 درهم على 800 درهم.
غتخرج لك شفتها تخرج لك زدتي هذا راه غتزاد عليك حيت هذا بوحديتو كيدير 1000 درهم مع ما المهم دخليا انك تستعملها اي صور نشرحها لي ونعطيك كل حاجه بالتفصيل ديالها. هذيك مشاو راه في 2 متر يعني كي تخرج منك بزاف ديال البياسات ماشي غير بياسات. اييه كاين عاوتاني هاد اللوين تاهو زوين هذا تاهو كذلك 800 درهم هذا القالو ديالو. فهمت شوف كيفاش كيجي في هذا ها هو طاح حنا اللون في اللون بغينا نديرو العكس عاوتاني باش يبان تا القالو تا هو ما يطلغاش في هذه الحاله درنا راه جا كلاص راقي يعني طفى ما بقاش شاعل والا بغات مولات وشي مولات تشعلو حيت هو اصلا كيبقى المناسبات غادي يولي هذا هو الفوقاني يعني تخدم في هذا وهذا هو اللي غيلعب دور القميص. الثمن كيف قلت لكم الثمن راه ديما راه هو ما كيتغيرش فين كيتغير ملي غيتغير وصلت فين غيتغير نقول فين غادي يتغير الثمن. هذا عاوتاني راه نص ثوق كيف العاده كلشي اليوم هادشي اللي فكرنا فيه كلشي على حساب الجلابه ركزنا على الجلابه ديال البياس وعاده فين داخله فيه اللبسه هذا عاوتاني دغادو سوا هاد لاموسلين تا هو اوريجينال بلا ما نوريو السميه ديالو خليه مخبي اللي بغى يعرف التفاصيل يدوز الخاص. هذا هو الفوقاني حيت هذا ترونسبارون كيبين ثاني ما كيبينش فهاد الحاله هذه ما يمكنش ديري هذا لتحت حيت غادي يبين لك كتبقى مضطر دير هذا الفوق وكتلصقي في هذا القالو هذا هانا ديري في الجلال ديري نستوق ولا ديري في ليمونش الاختيار لك يعني الا درتي في ليمونش عاوتاني بحال اللي كديري كنقولوا لكم مقصار 1000 درهم الفوقاني هذا والتحتاني 800 درهم بالنسبه للوينات اللي كتشوف كلشي الوينات زوينين متميزين اخر ما كاين كلشي هادشي كيقول لك شعيب عطى الله الخير موجود خير ما عليك غير تزورينا وداكشي اللي بغيتيه حنا نتعاونوا معك فيه واللي ما عندناش راه الله غالب حنا المهم كنديروا فوق جهدنا باش نحاولوا ديما نجيبوا اخر ما كاين وباحسن ما كاين وبثمن جد 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 مناسب اللي يكون متناول ديال الكليان ديالنا. شوف عاوتاني هذا هادو راه غير خيوط لاصقين حيت حنا اصلا كنبيعو التواب. هاد بغات تلصقي في التحتاني راه ممكن بغات تلصقي في الفوقاني راه ممكن بغات ديري في الجلا راه يجي حتى هي كذلك هادي راه جلابه الحضور. الا بغيت دير هاد التكشيطه هذا غنعطيك فيه 3 متر ونص يعني ما غاديش ندير لك 2 متر ونص وهاد التحتاني غنعطيك فيه 3 حيت الا بغيتي الكلوش باش تلقاي فين تلعبي التوب ديالو راه نازل طايح يعني كيف ما تشهيتي وخفيف صيفي هادشي ديال الوقت ديال الصيف ان شاء الله الله يرزق الصحه والسلامه. نعاود نذكركم عاوتاني بالثمن هادي 3 بياس 1800 درهم بغينا دو بياس هادو راه 800 درهم كاين عاوتاني هذا شحال هذا رجع عاوتاني كيداير هذا راه يتخدم بالبرونز يطلع فيه زوين بغيت تخدمو بالدوري كذلك تا هو كيجي زوين تا الدوري كيطلع معاه غزال يعني ديجا هذاك لاموسلين الزقة اللي فيه دوري بغيتي فيها عبار كبير راه كاين يعني عندنا 3 متر ونص عندنا 3 وعندنا 2 متر ونص هادي 1800 درهم. كاين عاوتاني هاد اللوين هذا تاهو غزال كنتفادى نعطيكم بصراحة الأسماء ديال التواب الحي علاش كاين سبب عندنا كيف كنقولوا شحال ديال الناس يعني عندنا كليان زوينين بحال وجوهكم هما اللي كيشجعونا أصلا باش نخدمو وملي كنديرو حنا شي حاجة وكنقولو الأسماء ديالي يعني بحال اللي كنقولو الناس أخرين قصدي بكل وضوح كنهضر بحال اللي كنقول التواب اسمه بحال اللي كنوري الحريفي تا هو شي يجيب الحريفي خاصو يعتمد على نفسه ويجتهد ونوض يورينا أشنو عنده هذه هي التجارة والكليان ديالنا ما حنا ماشي حسدنا شي واحد أو كبرنا كرشنا على شي حاجة غير كيقول لك عاند ومتحسدش بدع شوف شنو عندك والكليان اللي كيجيو عندنا هما اللي ضغطوا علينا ما بغاوش شي حاجة مجلطة كتدخل عندك كليانة أنا ما بغيتش شي حاجة ضايعة
شي حاجه اللي ماشي داعي داكشي علاش اضطريت انا باش ما نقولش الاسم ديال التوبه شنو هو. مع ذلك انا وريته لك سكريني ودور قلب على راسك. هذا داير 1800 درهم هذا القالو ديالو. القالو راه فيه 2 مترو اللي بغات مترو يعني 600 درهم واللي بغاته كامل راه 1000 درهم. العبار ديما كبير يعني كلشي يلبس الضعيفه الغليظه. المهم انا نعطيك حقك وافي كما يجب والاختيار اللي كنتي تاع شاط لك شي متر بغيت تبرع به او دير منه شي شال راه ممكن. اصلا هذا لاموسين هذا كيجي فيه حتى شال ولا فولار. كاين عاوتاني لوين زوين داز بحالو عاوتاني هذا الصفر مرحبا. هل تفر بغيتي نديرو عاوتاني كذلك بهذا راه كيجي زوين. فيشيا تما كيجي زوين. هذا هو الثاني وهذا هو الفوقاني. هذا لاموستين دو سوا جورجيت وهذا غير قلت جورجيت ماشي هو اصلا جورجيت كيف قلت لكم قبيله. مبغيتش نقول الاسم ديالو شنو هو. اما اللي كليان غيدوز الخاص نقول لك الاسم ديال هاد التوبه شنو هو. هذا هو القميص هذه راه هي الجلابه او هذا هو القميص هذا هو القفطان او هذا هو القميص هذه هي التكشيطه. يعني كديري به داكشي اللي بغيتي. بغيت ديري لون اخر عاوتاني كذلك بهذا المارون كيجي اصلا كيبان فيه غزال والحجر اللي فيه زاج زاج يعني كيرد واحد الغفلي كيعطي لك داك اللون اللي بغيتي. هذا كذلك كيجي حتى مع هذا. بغيت نديرو حتى الدوغي راه حتى هو كيجي بحال هذا. بغيت نديرو الصفر فهذا عاوتاني كذلك راه كيجي هنا. هذا هو طاح اللون 100% يعني هنا بغيتي تهدنو. الدوغي اصلا كيمشي مع الموف اللوينات متناسقين وكلشي داكشي في محله. بغينا نديرو تبع الارجونتي كذلك راه ممكن تبع الارجونتي راه كيجي سي دار 1000 درهم الفوقاني وهذا بجوج دارين 800 درهم. ولا بغيتي تغيري انت القفطان ديري غير ساتا عادي راه ممكن. الا درتي ساتا عادي عادي عاوتاني كتنقص شويه في الثمن. انا عاوتاني السلعه اللي ماشي على كارناج كبير قرب لي يشوف مزيان. هذا راه سوا حرير طايح 100% واش غنقول لك يعني نازل وكارانتي ومخدوم بالصقلي. حتى بغيتي ديريه بالدوري راه كيجي فيه الدوغي غير هو الدوغي غادي يكون غالب. بغيتي ديريه بهذا اللون هذا عاوتاني راه كيجي زوين وما كايناش شي حاجه كثيره يعني داكشي اللي عندنا فيه قليل وقليل وقليل بزاف. المهم حنا فين ما طاحت شي فكره او طاح شي موديل ما كنبخلوا عليكم بوالو كلشي كنوريوه لكم والفضل كيرجع عليكم. يعني نتوما هما كتحفزونا باش نحاولوا ديما نجتهدوا ونبينوا شنو كاين. الثمن راه كيبقى هو هو وملي كيتغير الميتراج راه كيتغير الثمن. هادشي كنهضر لك على 2 متر اونس يعني كوبو عادي نورمال. الا بغيتي شي حاجه وافيه راه كيزاد شويه الثمن ومع ذلك راه ما تلقوش المشكل. يعني اي حاجه بغيتو قدرنا عليها راه كنديروها اللي ما درناهاش راه ما قدرناش عليها. كاين عاوتاني هاد اللون ها هو غزال شي حاجه اللي ما كايناش حتى هو شفتوه يعني عرفتوه ولكن ما غاديش نسمي لكم. علاش؟ حيت قتلاتنا القرصانه وماشي قتلاتنا حنا. حنا كنامنوا بالرزق والله سبحانه وتعالى. غير الكليان كنبغيو نخدموا شي حاجه وما مجلطاش. السلعه على داعس انا اصلا ما كنعرفش نبيعها وما بقاش تبان ليا فيها وما ترشقش عليا وما نقدرش نبدع فيها. علاش؟ حيت شي حاجه تشافت وداعت وشبعات من العين كيف كنقولوا. وعندنا شي كليان اش نقول لك بحال وجهكم يعني الا ما كان شي حاجه داعره ما عندها ما دير بها ما تلبسهاش ما بغاتهاش باش ما عرفتي عليها فابور ما تاخذهاش من عندك. يعني ديما كتقلب على الغريب وداك الشيء يكون تما حلو لا بالنسبه للتروام ولا بالنسبه للوينات اللي كيكونوا اللوينات ديال الوقت اللي مطلوبين. ما غاديش نديروا شي لوان اللي هما ما كاينينش او دازو كيف كنقولوا حنا ديمودا. هذا تا هو كذلك الثمن ديالو 800 درهم. ملي كنزيدوا عليه الكالون ما تنساوش تزيدوا دائما 1000 درهم. ملي كتزيدوا الميتراج عاوتاني راه كيتغير الثمن. بالنسبه للوينات اللي فيه كيف كتشوفوا انا وريتهم لكم كاملين يعني ما كاينش مشكل باش ما بغيتي تراومي تراومي. ديري اللون في اللون ديري اللون بارد اللي عجبك ديريه هنا بحال عاوتاني دابا هذا وتخدم بالدوغي.
نعاود نفكركم هادشي كامل اصلا بالفكره منين جات. جات جلابه دو بياس ديال الحضور يعني ديال المناسبات، زار العائله عندك شي خرجه فعاود فاش ما فك تلبسي داك الشيطه كتلبسي جلابه، وجلابه كتعاود ردك شيطه ودار القفطان يعني ديال المناسبه معنى الكلمه. الثمن ديالها راه كيدير غير 800 درهم دو بياس بلا الكالو هذا، و الا تزاد الكالو راه هي فين غيزاد عليك الثمن، غتوصل ل 1800 درهم. بالنسبه للويلات كيف كتشوفوا انا وريتهم لكم، يعني راه الويلات شاكره الروس ماشي انا اللي غادي نشكرهم. انت عاوتاني على لون سيد العالم، هاد اللون هذا يعني راكم شفتوه زويون حتى هو كذلك، باش ما درتي كيمشي بالدوري بالكارتي بالفاغ بالبوغدو، يعني ما عندكش مشكل اللي درتي معاه كيمشي، كيمشي مع الكري. اي لون حطيتي معاه كيمشي، كيمشي مع الكري مفتوح، كيمشي مع الكري مغلوق، كيمشي مع الاوبيرجين، هاد اللونات كاملين كيمشيو معاه. انت شوف وتخيلي معايا دابا هادي، احنا مازال غنوريكم التصويره ديالها يعني كيفاش خدمنا، حيت الشونتيو ديما كنخدمو حنا عاده كنلوحو يعني حتى كنفهمو ونشوفو داكشي كيفاش كيدير. ديما ضروري من التجربه، والتجربه فين كتكون؟ كتكون فينا حنا الاولين عاده كنعطيوها لكم، يعني داكشي ماشي كيجي بالساهل ولا شي حاجه، كيف ما شي ناس كيشوفو كيسحبو غير نضنا وحلمنا ودرنا هادشي، هذا شي بعد واحد المجهودات وكنتشاور مع بعضياتنا وكنتعاونو باش ديما نقلبو على الغريب والمناسب وشي حاجه ديال الوقت. هذا راه 800 درهم، الكالو 1000 درهم، انا كنركز على الثمن وكنعاودو بزاف ياك. المهم غير باش تعقلوا، حيت كيجي شي كليان كتقول لك قلتو ثمن وجي ملي جينا عندكم قلتو ثمن اخر، حاشا اختي الثمن باش كنقول لك باش نبيع لك. ربما كيف قلت لكم قبيله كيوقع ديكالاج ما بين التصوير والحركه ديال يدي والهضره، هادشي اللي كيوقع. كاين عاود ثاني هذا السيد العالمي، شعله لون كبير، اتحدى العالم. واش عيبو عالم الاثواب والالوان، عالم الاثواب والالوان حياتي العالمي، وحق الله بلا ضحك بلا والو، وحق لا اله الا الله، الا بامكاني نمشي لحوايج اخرين ونمشي بعيد ونحقق الاحلام ديالي، ولكن هذا الشرويط كتب لينا به وتعلقنا فيه وما كذبش عليك، نلقى في راحتي من الحد دي كنتقلق ولا نتعصب نمشي للمالكه ولا الروم والله العظيم ما كنحس براسي بخير صراحه. هنا تماك فين كنتكيف، شو على كارناج عاوتاني كيفاش طلع، كنحس براسي راني درت شي حاجه، ما كنقلدش وما كنحضرش شي واحد، كنترجم داكشي اللي كنحلم به كنتخيلو كنترجمو للواقع، والحمد لله ربي ما عمرو حشمني كنحمدو ونشكرو. هذا كذلك نقدروا نلعبو حتى بلوينات اخرين، وكيف الفكره اللي عطيتها لكم يعني نديروها نص طوق ولا نديروها في جلال وفي ليمونش، يعني ديري به داكشي اللي بغيتي، وبجوج ثواب كي الفوقاني كي التحتاني راه صالحين للطرب والتنبات، والميطراج راه كتشهي انت وكتفشي انت على داكشي اللي بغيتي، مرحبا كلشي يعني يكون داكشي اللي حبيتي انت، وما عندناش فيه شي حاجه كثيره يعني شغل توصلنا من هنا للعيد ان شاء الله، الله يرزق الصحه والسلامه، ولا ما توصلناش. هنا عاود ثاني حبيبي، الجديد هادشي من اجلش كنعيش وعايشين به وعايشين من اجله، وعلى ود هادشي هذا علاش كنضربو ثمن يعني باش نحصلوا على شي حاجه كيف كنقولوا ما كايناش. 800 درهم انا حبيبي، هادشي كامل كنقول عاود نفكركم فيه، هادشي جلابه دو بياس، جلابه ديال الحضور، جلابة الخرجة، باش ما خيطتيه كيجيك تخيطي بالدوغ يجيك، تخيطي بالكارت يجيك، يعني ما كاينش المشكل. انا حبيبي شعيب كيقول لكم هذا عاوتاني لون خطير، تخيل معايا هذا تخيط مخيط بالسوغيس كيفاش غيطلع لك، ولا بالكارتي كيفاش غادي يجيك، الروعة اللوين سبيسيال ما داعش، كاين عند رميساء بوحده فقط، اللي قال شي حاجه يوريه لينا. انا حبيبي دير بهذا اللون، يديروا بهذا اللون تاهو كيجي غزال. بالنسبه للحاشيه ديال التيل ما تبرزتكمش، يعني الحاشيه ديال التيل راه كتقطع، شكون اللي كيبقى يبان هو العقيق بوحديتو. هنا ما كايناش شي حاجه داعه، يعني هادشي راه قليل
اللوينات ما دايعينش والثمن حتى هو كذلك راه مناسب. ونعاود نذكركم راه صالح الجلابه صالح القفطان صالح الكشيطه هذا اخر واحد. هذا اللوين زوين كيعجبني انا. هذا الشيء بغيت نسرح لكم باش تشوفوا كيف قلنا ديما اللي كتعجبني كنطلقها. هذا هو القميص وهذه هي الجلابه. احنا معطلين علاش؟ هنا بسببكم باش ديما نوريكم شنو شنو كاين. سمعوا المحلات راه كيصدوا ديما احنا معطلين باش نوريكم ديما شنو عندنا. هذه هي الجلابه راه كيف قال لكم راه طايحه او هذه راه هي اللبسه كيف كتشوفوا راه نازله. وهذا هو القميص ديالها. وهذا هو اللي بغينا نديرو هذا المفتوح ولا المغلوق اللي طاح قبيله يعني الاختيار كيبقى لك. انا هذا 800 درهم ديال البياس 1000 درهم. بغيت غير الثوب الثاني باش تهبط شويه الثمن راه ممكن. ودابا العلامه ندوزو للمرحله الثانيه هي اللي عاوتاني كيف قلنا ديال الجلابه ديال الحضور هي اللي مركزين عليها اليوم بزاف هي الجلابه ديال الحضور. هذا نهار ديال الجلابه ديال الحضور نوريهم عاوتاني شنو كاين. شنو ثاني دابا؟ شنو ثاني عاوتاني ديال الجلابه ديال الحضور؟ سبي الله سبي الله. سبي الله. بالنسبه للجلابه اخويا ديال الحضور العالمي هما هادو. هادو بغوشي. اللي بغا دير عاوتاني الجلابه ديال الحضور بغوشي دو سوا. يعني كيتخيط بياسه وحده. اللوينات ديالو فيه لوينات زوينين. هذه كتجي جلابه الحضور الثوب ديالها نازل يعني ما واقفش. الثمن ديالو داير 800 درهم لا بحال هذا داير 600 درهم حيت كاينه اثمنه مختلفه. داكشي علاش وريتكم بحال هذا داير 600 درهم. العبار ديالها دايره فيها 3 متر العرض راه فيه مترونس. هذه جلابه بغوشي دو سوا وكانت بحال يعني نيت نفسها ما كانش شي فرق اللي كانت قفطان. بغيتي ديريها دابا اليوم غدير جلابه الحضور راه صالحه جلابه الحضور تخرج على داكشي اللي داير. زيد عاوتاني هذا اللوين هذا البوغدو بالنوار دو كاملين كيبقاو جلابات الحضور. وراه كانوا عندنا نيت بحالهم بغوشيات دو سوا تما كذلك كانوا قفاطن. هادو رجلناهم على اساس جلابه ديال الحضور. الثمن ديال هادي راه داير 800 درهم وكان البغوشي دو سوا ديالها كان يعني نفس النيت ما كان حتى شي فرق كان داير 900 درهم تما كنا درنا لي برومو 900 درهم. العبار راه كيبقى هو هو 3 متر على متر ونص والثوب ديالها راه خفيف والمصدر طالعان يعني. كاين عاوتاني هذا بلدي تشوفوا بلدي تاهو تاهو كيجي جليله بالحضور ما فيه لا صقل لا والو. شي اللوينات باش تخدم كيفاش جايين. بغيت دير تقفيطين للدار عاوتاني راه كذلك صالح ليك. بغيت دير قفيطين بلدي بلا حزام راه كيجيو ليمونش عراض وقصار وما كيكونش هابط يعني لتحت كيكون فيه تركبه واحد شويه وكيصلح لكلشي يعني كذلك. حتى بالنسبه للرجال اللي بغا يديروا قفيطين راه كيديروا اللي بغا يديروا هذوك لي ستار الفنان وداكشي راه كيزعموا على بحال هادشي تاهو كيديروه. هذا تاهو كذلك راه يجيب الجبادور ديالو ولا يجي قفيطين ضروه. الثمن ديالو داير 800 درهم. كان عندنا يعني شافوا لي بحالو راه كندير حتى 2000 درهم. اليوم راه شوفين وصل وصل 800 درهم يعني 16000 ريال. هذا عاوتاني كذلك اخا العالمي كيف كتشوف معايا هذا حتى هو داير 800 درهم. العبار ديما كيف كنقول لك راه 3 متر على متر ونص. العبار حنا ما كنهبطوش على هذا العبار هذا باش نتفادوا المشاكل. داير 800 درهم حتى هي كذلك راه جلابه الحضور. النوار عاوتاني كاين اللي كيبغي يحضر بالنوار. النوار تا هو لوين زوين يعني كيقول لك قوة الشخصية كتخبى في النوار. والنوار ديالو كيفاش داير؟ داير بحال بلو مارين مغلوق التويب ديالو نازل. العبار ديالو كبير صالح للطرز صالح للتنبات. الثمن ديالو داير 800 درهم. بغيت ديري قفطان ممكن يجي قفطان ولكن اصلا هذا اساس جنا على جلابة. شي كليانات كيسولونا على قد واش الجلابه بغوشي. ها الجلابه البغوشي هي جات. الثمن ديالها داير 800 درهم. 800 درهم اللي هو اخر ثمن ما فيهش طاره يعني بريفيكس فيه غير شي بركه قليله. هذا عاوتاني كنت وريتكم واحد بحالو حتى هو لوين زوين هو كيف كتشوف الثمن ديالو راه نازل. من 100 درهم تخدمي بالحرير تخدمي غير بالقطيب تخدمي بالكابلي تفصلي وتجمعيه. اصلا ما يحتاجش ما تحتاجش تشكر يعني ولا تخسري عليه اصلا راه باين شاكر راسو. هذا الجلابه عاد خدام معاك دابا على اساس الجلابه
نزيدو هذا عام ثاني. ثمانمئة درهم. بغيت تخيطي على عرضو في مترونس في العرض، ماشي مترو 40 ولا مترو 45، يعني مترونس الزخال اللي فيه غادي الفير انيس كتقلبو كيعطيك دوغي، شفتيه؟ الثمن ديالو داير 800 درهم، طول 3 مترو على مترونس في العرض، الثمن 800 درهم. هذه جلابه بغوشي ديال الحضور ديال المناسبات، هذه عاوتاني بغيت ديرها قفطان كيف قلنا لكم، راه ممكن تجي قفطان، ماشي ممكن تجي قفطان. صبر معايا العالم، انا عرفتك عيسي، ولكن وبقى والله رزق الصحه والسلامه. كاين عاوتاني هذا اللوين، ها هو خليت هو توب ديالو خير، يعني واخا كيبان لك بحال هكذا راه خفيف بارد، يعني تلبس في الصيف. دير 800 درهم، ما نكثرش عليكم، مابقاش نكرر نفس الهضره، يعني راه العبار ديما كيبقى هو هو. الثمن ديالو 800 درهم. بغيتي دير تخدمي نص طوب راه ممكن، بغيتي ديري جلابه ديري جلابه، بغيتي ديري قفيطين جلابه، يعني قفيطين، يعني قفيطين ديال الحضور كيكون بحال بغيت تقول جلابه بلا قب، وكيتخاد بواحد الطريقه اللي هي طريقه عصريه تقليديه كيف كيقولوا قديمه، ولكن حديده الولاده، يعني الله داخله جديده عاوتاني بطريقه اخرى. هذا عاوتاني كيف كتشوف اللوين باش ما خدمت ولا غادي يجي قرناج، كانوا دوك اللوينات متناسقين، كان داكشي في محلو، يعني بدون تعقيب، ما عندك ما تقول. هذه طالعه الثمن ديالها دايره 800 درهم. كاين هاد لونكاسي عاوتاني كذلك بالنسبه لشي حاجه، لونكاسي بالكارتي مع ابيض، هذاك الكارتي دخل فيه ولا كيبان بحال ارجونتي، ولكن هو اصلا ماشي ارجونتي، راه كارتي. التوب ديالو كيف كنوريكم كيف ديما، راه ماشي شي ثوب غليظ ولا شي حاجه، راه خفيف، واخا كيبان لك في النظره ديالو كبير او سخون راه ما سخونش، شكون اللي كيحس به وكيعرف راه بارد هو اللي كيكون لابسو، يعني هذا كيعرف شنو كاين. داير 800 درهم، حتى ما عندناش فيه شي حاجه كثيره اللي خدات هاد لونكاس هذا، اخرى ما عندنا ما نديرو ليها واخا تعطي فيه كثر. التوب ديالو نازل والثمن ديالو تا هو راه نازل، وشكر راسو باي حاجه قدر يتخيط خياطه عادي، نخدمو غير بالماكينه يطلعو غزال، يعني التوب شكون اللي خاصو، خاصو غير الفصاله، فصلي ولبسيه بصحتك وراحتك، حتى الا خرجتي شي خرجه تخرجه ديال تحميره الوجه، ثقه في النفس. زيد عاوتاني هاد بلو بالكارتي، يعني الكارتي ماشي نقولوا غير زق لي مرشوش فيه ولا شي حاجه، الا جينا نقلبوه كتلقاه خارج على برا، يعني اش بغيت نقول راه مخدوم معاه. ما عجبكش هذا اللون هذا بغيتي تقلبي، راه ممكن تقلبي على هذا اللون هذا، حتى هو كيجي زوين. هنا واش لك بروكار كي دابا تلقاه كتقول لك هذا كيورينا بروكار، هذا ماشي بروكار، ما بينه وبين بروكار الخير والاحسان، ولكن الا ما كانتش اللمسه ما يمكنش تعرفي من بعيد، الا اللي حريفي ربما يقدر يعرف، اما الكليان مسكينه اللي غير لباسه كيف كنقولوا حنايا خاصها تتوشيه، عاد كتعرفوا واش نازل ولا واقف. كاين عاوتاني هذا بوغدو، هذا ناقص فيه، هذا داير 500 درهم، بوردو بالنوار، حتى هو لوين زوين. محطوط في الشونطو، يعني اكثر ديال الناس غادي يعرفوا الشونطو دو سوا، الشونطو دو سوا سامبل كيدير 300 درهم المتر، يعني 3 متر كطيح ب 900 درهم، انا جايبو لك مخدوم 800 درهم. هادو اكثر اللي وريتكم دابا شكون اللي كيتمتع فيهم مزيان وكيتبرع فيهم مزيان، هما الضعافات، ضعيفه كتمرح كتفصل كتلبس كيف ما بغات، يعني التوب شاد فراسو، ماشي شي توب اللي كيلصق ما كيلصقش، التوب شاد فراسو، الا قلنا ديال الحضور يعني ديال الحضور، تلبسيه وانت مرتاحه
ما تبرزطيش راسك، يعني ما عنده ما غادي يبين لك، ماشي شي حاجه اللي كتلبسها تكون حرير طايحه 100% لا سوق تكون خفيفه هذه كتلصق عليك، يعني كتبين القالب كامل كيف كنقولوا. هذا عاوتاني شوف كيف كتشوف بلو الكتريك بالنوار فلاور، الثمن ديالو داير 800 درهم، وداخل في داك الصقلي اللي كتشوفوا بلو بترول 800 درهم. وكاين مازال بزاف الشكالات، ولكن داز الوقت وما سخيناش بكم، وليله سعيده، واللي بغات شي حاجه تسكرينها هادشي كلشي كاين في روميساء الحي الحسني شارع افغانستان المحل عند الباب ديال الجامع. اللي بغات جميع التفاصيل والاستفسارات دوز عند الدريات ساميه كريمه نورا تليلا، يصوروا لكم يتعاونوا معكم يرشدوكم، اللي احتاجت شي حاجه نتعاونوا معاه. بالنسبه للخياطه ما بقيناش كنخيطوا كيف قلنا لكم، يعني ماشي مابقيناش كنخيطوا يعني حيدنا، وانما دابا رمضان ما نقدرش نوجدوا داكشي اللي شدينا، يعني بزاف ديال السلعه واليد لا مان دوفر يعني اليد العامله ما متوفراش، المعلمين الصناعيه داكشي اللي كاين ما كافيش، وباقي ما يدار، ومازال ديما المفاجات وديما السولد وديما الهوتات وديما داكشي اللي طاح لكم على البال. يعني اللي عندكم انتم شي افكار ولا شي حاجه بامكانكم تسولونا، واللي بغات شي حاجه او شافت شي حاجه في شي بلاصه اخرى نحضروها لها. ومرحبا بكم اتوا برميساء، راه هي راه في صباغتها، يعني ما تسالوا غير مرحبا وزيد لقدام كيف كيقولوا. وليله سعيده.